مرات سعد الصغير لقوها مرمية في الشارع في المهندسين، وأول ما فاقت بلغت عنه وقالت إن مد إيديه عليها وخلص منها ورماها في الشارع، وده بعد تاريخ طويل من المشاكل بينهم. أهالي منطقة إمبابة لقوا ست مرمية في الشارع ومغمى عليها ومش عارفين مالها ولا فيها إيه ولا إيه بالظبط اللي حصل معاها، وأهل المنطقة طبعاً جدعان وأخدوها وطلعوا على المستشفى العام في إمبابة، وبعد ما الدكاترة حاولوا يفوقوها وعيها بدأ يرجع تاني لطبيعته قالت إنها الست اللي كانت متجوزها المطرب الشعبي سعد الصغير قبل كده، وإن هو اللي رماها في الشارع بالمنظر ده، وطبعاً المستشفى ما سكتتش والنيابة حضرت فوراً، وهي قدمت بلاغ في سعد الصغير بتقول فيها إن مراته السابقة وكانت معاه في العربية بتاعته وهو اللي رماها من العربية المنظر ده وتخلص منها جنب سنترال المهندسين بعد ما اعتدى عليها ومد ايديه عليها. بس للاسف الست دي من وقت ما راحت المستشفى وهي مش معاها اي ورق اطلاقا يثبت هي مين ولا يكشف عن شخصيتها الحقيقيه، والمحضر اتعمل بناء على الاقوال اللي هي قالتها. ومع عدم رد ولا تعليق من سعد الصغير لحد دلوقتي على الموضوع لسه ما ظهرش هي اللي كانت مراته اللي قدمت فيه المحضر اني واحده من زوجاته السابقين بالظبط، يعني الاولى نور الهدى ولا رانيا صالح ولا اني واحده بالظبط، خاصه وان كل واحده فيهم ليها حكايه معاه. ده حتى مراته اللي على ذمته دلوقتي وهي برلانتي عامر ليها معاه حكايات وحوارات، ونقدر نقول كده ما في ست في حياه سعد الصغير ما كانش ليها معاها قصه، حتى الست اللي قالت انها مرات اخوه هو مش بيعمر مع الستات، يعني مراته الاولى واللي انفصل عنها من زمان نور الهدى وهي ام اولاده الشباب، واللي حصل بينه وبينها خلافات كبيره بعد جوازه الاخير من برلانتي عامر، خرج وقال عليها كلام ما يصحش انه يتقال مع بسمه وهبه في برنامج العرافه، وده طبعا لانه خرج وسرقها هي والدتها في 75000 والباسبور بتاعه، والكلام كله كان قدام الناس وقالوا ان قدم فيهم محضر رسمي، وطبعا ام ولاده اول ما سمعت الكلام ده ما سكتتش وطلعت ووضحت الحقيقه على حسابها في السوشيال ميديا وقالت ان الموضوع كان خناقه والشارع كله شهد عليها وكمان كان في محضر رسمي وان كل اللي هو قاله كذب وما حصلش. وبعد ما خرجت وفضحته وقرر انه يصالحها وجاب لها هديه واستضاف كمان ولادهم على الهوا في برنامج بتاعهم وقال ان كلمها وصالحها على اللي صدر منه في حقها الفتره اللي فاتت، وهي اكدت كمان ان هو صالحها وجاب لها هديه علشان يلم اللي حصل بينهم. اما بقى رانيا صالح واللي برضه ما رحمهاش من لسانه واتكلم عليها بشكل سيء، بس الموضوع ده كبر شويه عن مراته نور الهدى لانه غير السب والغلط اللي حررت هي في محضر، اخذ مراته برلانتي عامر وطلع على شقتها وهما الاثنين حاولوا يعتدوا عليها ويهددوها انهم هيأذوها، ورغم برضه ان سعد اتنصل من جوازه منها في الاول لكن بعد كده اعترف بجوازته دي وطلع اعتذر ليها اكتر من مره، بس ده ما خلاهاش تتنازل عن القضيه اللي هي رفعها ضده، واعترفت انه شخص حنين وغلبان بس ده مش هيخليها تتنازل عن حقها وكرامتها بعد الكلام اللي قالوا عليها. بس بقى حكايه سعد الصغير مع مراته برلانتي عامر ليها العجب، ورغم انها هي اللي كانت بتساعده في ان يجي على جوازاته السابقين وهي اللي كانت بتغيظ ام عياله وجت معايا على رانيا صالح، بس المفاجاه كانت في انه هو اللي قدم فيها محضر بعد ما اعتدت عليه وتسببت ليه في اصابه في راسه، وده ما كانش المحضر الوحيد اللي بينهم لان هي اتهمته كمان انه بيهددها وبيراقبها وحكاياتهم كتيره ومش بتخلص، وغير ان قضاياه مع برلانتي عامر كشفت عن جوازه ثانيه في حياه سعد وهي هدير محمد واللي اتهمته قبل كده بانه صورها في اوضه النوم، وبكده تبقى حكايات سعد الصغير مع الستات مش بتخلص ولا جوازاته كمان بتخلص.